السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كاع كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الصفة خطيرة بزاف بزاف بزاف، وعندنا غير جوج المكونات كما تتشاهدوا، ولكن النتيجة ديالها راه رائعة. اشنو هما المكونات اللي هي؟ عندنا معلقة صغيرة ديال القرفة. القرفة تعطي واحد النتيجة هائلة إذا تبعتوا الطريقة ديالها. وأيضا غادي نحتاجوا البيضة، هادو هما المكونات اللي غنحتاجو لهم فقط. هاد الوصفة هادي الناس اللي تتبعو وجهها هيكون صافي أبيض، يعني ما فيه حتى شي حاجة، يعني تتصفي من ليطاج، تتصفي من كل شيء. هاد الوصفة البنات إذا داومتوها راه تعطي واحد النتيجة هائلة. تنستعملوها مرة واحدة في الأسبوع، ولكن من بعد مدة ديال شهر غادي تبان لك واحد النتيجة اللي تتكون زوينة بزاف. تيتولي البشرة صافية، وأيضا تطلع تتولي اسميتهم الخدود ديالك تطلع لهم واحد الحمورية، تتكون واحد اللون زوين بزاف، تيكون غوزي بحال دايرة شي فغاجون ولا شي حاجة، هو تيكون لون طبيعي. اللي تتبغي هي المداومة عليها دائما تناخذو ولكن قبل ما نبداو البنات تتخص القرفه تجيبوها عواد وتطحنوها في الدار. ما تاخذوش القرفه هكا مطحونه، نجيبوش مطحونه من عند مول هري، دائما خذوا العواد القرفه عواد وطحنوها عليه الديكور. تناخذو معلقه صغيره من هذا الحجم هذا، تناخذو البيضه ديالنا واحد الحاجه ثاني دائما لوجه الا بينا نديرو ليه شي حاجه نكونوا منظفين، وماشي ضروري مقشر، لا مقشر ما تنديروش دائما، ماشي وقت ما بينا نديرو شي ماسك باش ما نهلكوش ثاني البشره ديال الوجه. نحلكم جوج بيضات تكون كامله، ومن الاحسن من الاحسن من الافضل انها تكون بيضه بلديه. الا توفرتوا على بيضه بلديه يكون افضل. راكم تعرفوا دابا في هذه الظروف الانسان ما تيقدرش يخرج يبدا يقلب، اما البيض البلدي يكون زوين بزاف. صافي بعد ما تنزجو العناصر ديالنا، اي وصفه البنات فيها البيض الا ضفنا لها شي حاجه ضروري ما نخليوها على الاقل واحد 5 دقائق قبل ما نزلوها على البشره ديالنا ضروري. هذا تعطي واحد النتيجه زوينه بزاف الا تبعتوها، تيولي وجهك تيبان فيه داك اللون الغوز بحال دايره بحال حاطه شي حاجه في الخدود ديالك، هو تيكون لون غير صافي، تيكون تيطلع واحد اللون زوين بزاف. صافي بعد ما تنمزجوها هكا مزيان، حنا كيف ما سبقتو ذكرت قلت لكم اي وصفه داخل فيها البيض بينا نستعملوها ضروري نخليوها واحد شويه تنسجم مع دوك المكونات الاخرين. صافي تنزلوها على البشره ديال الوجهنا، تخليوها مده ربع ساعه. هاد الماسك هادي تيدير مره في الاسبوع، ومن بعد شهر غادي تبان لكم النتيجه اللي تنتكلم لكم عليها. راه تصفي الوجه بواحد الشكل رائع بزاف، وايضا تعطينا الخدود ديالنا تيوليو غوزيين، تيكون واحد اللون اللي طبيعي سبحان الله العظيم، تيكون زوين بزاف، وايضا البشره تولي فيها واحد الاشراقه زوينه. تنتمنى انكم تتبعوا هذه الوصفه هذه لانها بالفعل زوينه، وتنتمنى انكم تستافدوا من هذه الوصفات اللي تنقدم لكم، وتنتمنى انكم تدعموا وتشجعوا هذه القناه هذه. والسلام عليكم ورحمه الله.